طب احنا معانا ماهر همام، نشوف هيقول ايه ونرجع نحلل الكلام تاني. ماشي يا كابتن. كابتن عادل طعيمه انا ما حضرتوش كلاعب، وبرده كان من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي في جيل الستينات. انا حضرت كابتن عادل طعيمه وهو مدير فني للناشئين، يعني انا كان وقتها شغال في مدرسه الكوره انا وكابتن مصطفى عبده، وكابتن مصطفى عبده كان فريق ماسك فرقه 12 سنه ماسك فرقه 11 سنه، ورحت للكابتن طاهر السليم الله يرحمه كان مدير كوره وقتها، وكان رئيس القطاع الناشئين كابتن سايس الله يرحمه وكابتن عمرو ابو مجد، وطلبت منهم ان انا عايز اساعد حد من النجوم الكبار، فهو قال لي طب اختار. يعني انا كنت عيني على كابتن عادل طعيمه، يعني كنت بشوفه بيشتغل ازاي، فكنت حابب ان انا ابقى موجود معاه يعني عشان استفاد منه برضك. يمكن 3 4 سنين في التدريب مش كافي، لما تشتغل مع حد بقيمه عادل طعيمه اكيد بتزيد بشكل كبير جدا. وفعلا كان ليا الحظ ان اشتغل مع كابتن عادل طعيمه سنتين. عايز اقول لك شريف الحمد لله رب العالمين ان السنتين دول انا استفدت بيهم استفاده لما ارجع كده بالزمن اكتر من الالمان اللي اشتغلت معاهم في النادي الاهلي 95 2000. تخيل الراجل ده، اولا شخصيه قويه جدا، مربي من الدرجه الاولى، مدرب محترف، انضباطه داخل الملعب وخارج الملعب حدث ولا حرج بقى على اللعيبه اللي طلعها. اول واحد درب حسام وابراهيم، ولحد دلوقتي طبعا حسام وابراهيم يعني بصراحه في اي حديث بيذكر الكابتن عادل طعيمه بالخير، ان هو يعني كان من افضل المدربين اللي اشتغلوا معاهم وعلمهم بشكل كبير جدا. عايز اقول لك كمان ان مباراة الاهلي والزمالك 3-2 بتاعت الكابتن جوهري دي مجموعة عادل طعيمه. كابتن عادل طعيمه من المدربين اللي ما خسرتش من الزمالك في جميع المراحل السنيه. يعني كابتن عادل طعيمه الوحيد اللي بيقهر الزمالك حقيقي والله في قطاعات الناشئين عادل طعيمه. تفاجئ بالثلاثات بالاربعات بالخمسات، يعني انا كنت مساعد ليه في فريق 19 20 كسبنا انا فاكر الزمالك في سن 19 سنة 6-1 افتكر او حاجة زي كده في اسكو على ملعب اسكو عادل طعيمه. انا وانا قاعد معاك كابتن عادل انا شايفك انك محرج انك تقول ان انا فلان ده كان عندي ومن الناشئين وانا اللي ربيته، وان الفضل كله يرجع للنادي الاهلي ما حدش قال حاجة، بس الناس السادة مش عايزين يعرفوا مين اللاعبين اللي انت اهلتهم معاك من الناشئين لحد ما وصل الفريق الاول. ده انت بتتكسف مثلا، انت مش عاوز تقول الكلام ده؟ لا مش موضوع كسوف يا كابتن، بس إيه؟ هو يعني اولا انا ما بعملش، وطبعا زي ما حضرتك تفضلت ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله ما هو ربنا ثم النادي الاهلي ثم بيبقى انا ليا الجهد والشرف. الناس عاوز تعرف الكلام ده كله يا كابتن عادل، ايه المشكله فيها؟ لا مفيش مشكله، يعني اللي انا يعني ماهر همام دلوقتي بيقول لك تطلع حسام وابراهيم وبيتكلموا عليك في كل حته، طب ما انت ما قلتش الكلام ده، مش عاوز تقول محرج مثلا؟ لا ما فيش احراج ولا حاجه، لكن هم بيقولوا، وبعدين انا احب دايما اخد الصواب من ربنا سبحانه وتعالى. يا عم خد حقك، ربنا بيدي لك حقك الحمد لله بيجيلك. الحمد لله. فهو اللي انا بشكر طبعا الكابتن ماهر على الكلام اللي انا يعني ما استاهلوش دوت، لكن هو الحقيقة إنسان أتمنى له كل الخير وكل التوفيق، لأنه راجل درب على أعلى مستوى ودرب منتخب ودرب في الفريق الأول في النادي الأهلي ودرب. أنا اتعلمت من الكابتن عادل ما تعلمتهمش من مدربين ألمان اتمرنت معاه. والله ده وسام شرف على جبيني، لأن راجل بحجم كابتن ماهر همام كراجل لاعب فز ومدرب على أعلى مستوى ومنتخب مصر مع كابتن محسن ودرب على جميع المستويات ومسك الانتاج الحربي في قطاع الناشئين وعمل طفرة كبيرة جدا في نادي الانتاج الحربي وعمل نتائج مبهرة ومن احسن الناس اللي بتحلل في الدوري المصري. ده وسام كبير جدا على صدري.